ما بين الناشئين والدرجة الأولى. وأنا طبعا مبسوط ان موجود كابتن فتحي مبروك، موجود كابتن هاني رمزي، وموجود باقي الاسماء اللي موجوده في القطاع بالمدربين بالمساعدين بالناس الاداريين. مهم جدا، الكنز الحقيقي او السلاح الحقيقي لنادي الاهلي او لاي نادي شعبي هو قطاع الناشئين بتاعك. يعني لازم يبقى في حصر دايما، وفي دايما ارقام اخر 5 سنين بتطلع مين، مدربين كويسين، لعيبه كويسه في اخر 7 سنين، كم واحد طلع من قطاع الناشئين، كم حارس مرمى طلع من قطاع الناشئين، كم واحد باك رايت طلع، كم سيرد باك طلع، كم باك ليفت طلع، كم واحد من نص الملعب، كم من الناس اللي قدام. لازم ده يبقى دراسه، ولازم ده يبقى يعني ما يبقاش فيها حاجه فهلاوه. الكره ما بقاش فيها فهلاوه خلاص، الكره بقت دراسه وصناعه وفكر وتحضير وتواجد. مفيش حد بيدير من مكتبه، محدش يدير من مكتبه خلاص، محدش يبقى موجود في المكتب. الكلام ده انتهى في الكوره، لازم انت اللي تروح وانت اللي تسعى وانت اللي تدور، لان انت المستفاد. فلازم تنزل في كل حته، تنزل المباريات وتنزل المحافظات وتنزل النجوع وتنزل القرى انت اللي بتدور يعني، تمام؟ لان هي عامله زي الكنز، يعني عامله زي الكنز. لعيب الكوره النهارده بقى عامل زي الكنز، لما تلاقي حد كويس جدا في مكان ولا حاجه يعني بالتاكيد انت حظك كويس، لان انت بعد 2 3 بعد 4 يا اما هتبيعه بملايين يا هتشتريه بملايين. فانت شوف بتوفر ازاي لو انت اشتريته من بدري شويه، وممكن كمان تعمل رصيد ازاي ماليا لو انت بعته في المستقبل. يعني مش عايز اطول في اجيري ده، المدير الفني المكسيكي اللي هيبقى متولي القياده الفنيه لمنتخب مصر 4 سنين. قالوا ان الراتب الشهري 120,000 دولار، وقالوا كمان ان في شرط جزائي 120,000 دولار. قالوا ان الراجل بقاله فترة خالي شغل، مش موجود يعني على الساحة بشكل كبير في الفترة الأخيرة. ما يهمنيش كل ده يعني، وإن كانت مؤشرات طبعا بتديك أو بتوصلك لنتائج، لكن أهم حاجة الأمور الفنية، الإدارة الفنية، القيادة الفنية. هنشوف ده على أرض الواقع. يهمني بقى الراجل كان موجود ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت، المهم إن هو يكون صاحب شخصية، صاحب رؤية، صاحب فكر، صاحب وجهة نظر، كل ده. ومهم جدا جدا ان احنا نحكم على الناس بعد ما نشوفها. السي في حاجه حلوه وحاجه محترمه وحاجه جميله وحاجه زي الفل، لكن انا دايما بقول ان المدير الفني طبعا هو مهم جدا. يمكن ناس كتير جدا بتقول لك اهم حاجه اللعيبه، اهم حاجه اللعيبه ده جزء مهم يعني في المنظومه او في العناصر، لكن المدير الفني هو الراجل اللي بيحرك الناس، هو اللي بيختار. ممكن يبقى عندك 11 مهندس لكن ما فيش واحد بيشيل طوبه، العماره مش هتتبني ابدا. يعني ده وضع مهم جدا في الفكر. المدير الفني ده لازم يبقى سيطرته على اللعيبه، تحكمه في مقاليد الامور، الكلمه الاولى والاخيره عنده، المفتاح عنده ويقفل الباب عنده. هو اللي يقول صباح الخير، وهو اللي يقول مساء الخير، وهو كمان اللي يقول يعني خلاص كده شطبنا، انتهى الامر على كده، محدش يدخل لي الباب، انا خلاص خدت قراري. وهو اللي يجيب الناس ويقعدهم ويقعد معاهم ويقنعهم ويتكلم معاهم ويفتح حوار. كل ده مهم قوي. عشان كده انت لما بتختار مدير فني محترم ومدير فني قوي، انت بترتاح بعد كده، انت بترتاح بعد كده، لان المنظومه كلها هتمشي زي ما انت عايز بالظبط. يعني يا فرحتي ان مدير فني كويس قوي وشخصيته ضعيفه، كارثه كارثه. او مدير فني شخصيته قويه واموره الفنيه يعني ضعيفه جدا. على فكره دي تبقى مقبوله سنه، خلي بالكوا يعني مقبوله سنه. لو انت شخصيه قويه جدا والامور الفنيه مش 90% ولا 80%، ممكن تبقى 70%، على فكرة تعدي تعدي. المهم السيطرة على النجوم، على الأسماء، على كميات اللعيبة اللي موجودة. عاملين له شرط جزائي كمان، إن هو لو ما صعدش أمم أفريقيا هيفسخوا عقده. لا إن شاء الله الرحمن يصعد بإذن الله وياخد مكافأة، ما عندناش أي مشكلة في ده. ده كانت أخبارنا سريعة شوية. بعد الفاصل اللي جاي هنتكلم مع كابتن شريف عبد المنعم، هنتكلم مع كابتن احمد بلال على المباراه الخمسه اللي اتلعبت لحد دلوقتي والفوز الوحيد اللي حققه الانتاج الحربي، وبعدين هنستعرض بقى مباراه الاهلي والاسماعيلي وليله مباراه قمه ما بين الاهلي والاسماعيلي مع كابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال.